ورا كل وش ووش ألف حكاية وحكاية، حكايات حفرها الزمن في قلوبنا، في قلب كل حواء هم وتعب، صرخة مكتومة ما بتخرجش، ونص ضحكة ما بتكملش، مشوار هنمشي سوا علشان نسأل كل الأسئلة اللي محيراني ومحيراكي، وأكيد هنلاقي حواء الجديدة. الموت كلمة تقيلة على القلب والودان، بس هل الموت ممكن يتحول لحياة؟ وهل الحزن ممكن يتحول لفرح؟ تعالوا نشوف مع بعض في حلقة جديدة من حواء الجديدة. طول عمري بخاف من الموت، هو الحاجة الوحيدة اللي محدش يعرف ايه اللي بيحصل فيها ولا بيحصل بعديه ايه. شيء مخيف. محدش عارف امتى هيموت ولا ازاي، وكأن الموت ده ضيف مش محدد ميعاد بس لازم يجيلك، بس هو ضيف تقيل. قطر الموت بيلم ناس كتير، وما بيفرقش بين غني وفقير وكبير وصغير ومتجوز وعازب ومحبوب ومكروه. الغريبة ان كل اللي قابلتهم محدش عارف مصيره، في الجنة ولا في النار. علاقتي بالله مش قوية، طول عمري بحاول أرضيه علشان خايفة منه، بعمل حاجات ممكن أكون مش مقتنعة بيها. أنا بس خايفة من الحساب، خايفة من العقاب، خايفة إني في الآخر أتحرم من الجنة. في حاجات كتير رفضتها، قلت في نفسي ممكن يكون رفضي ده بيقربني أكتر من ربنا. في ناس في قنوات التلفزيون بيقولوا ان الموت ده حاجة بسيطة وسهلة، وناس بيقولوا انه حاجة مرعبة، وما بين دول ودول انا تايهة وخايفة. لو في بس حد يقدر يقول لنا ايه اللي بيحصل هناك. قصر الموت بيلم ناس كتير، والغريبة إن محدش من اللي قابلتهم عارف هي جنة ولا نار. أهلاً بيك يا مدام ليلى. أهلاً بيك يا ماني. هي جنة ولا نار؟ مصيرنا إيه؟ على حسب أنا عشت إزاي، يعني على حسب، مش قصدي بس أعمالي، بس أنا علاقتي بربنا شكلها إيه، هو ده اللي بيحدد أنا هروح فين. فمش اللي أنا بعمله، مش كمية الضعف اللي عندي، بس أنا نفسي أوصل لإيه، أنا عايشة لإيه، أنا علاقتي بربنا شكلها إيه، واللي وصل لي كمان. يعني انا عايزه اقول برضو لو في ناس ما وصل لهمش اي معلومات عن الله، كان مره من المرات سمعت حاجه عجبتني جدا، انه الانسان هيتحاسب على حسب كميه المعلومات اللي وصلت له وقدرته على اتخاذ قرار. يعني مثلا لو طفل صغير اتوفى، ما ينفعش ان انا اقول هو اختار ربنا او ما اختاروش، لانه كان عنده سنه سنتين غير قادر على انه يختار. او لو شخص كبير بس انسان عنده اعاقه ذهنيه، فهو مثلا مخه ملغي تماما، او انسان وصل لمرحله الجنون، ده مش بيتحاسب لانه الشخص ده ما عندوش القدره على اتخاذ قرارات بمخ سليم. فهي الفكره انه ايه قدر المعلومات اللي وصل لي، وايه قدرتي على اتخاذ قرار، وبعدين انا اخدت قرار. لو انا عندي الحاجتين الاولانيين دول انا اخدت قرار شكله ايه. مدام ليلى، ليه الموت مرعب؟ ليه احنا كل ما بنفكر فيه يا بنخاف يا بنترعب؟ اي حاجه احنا ما نعرفهاش مرعبه،
واي حاجه كمان مش محدوده المده، احنا كمان كناس محدودين، مخنا محدود وقدراتنا محدوده، وبنحب البدايات والنهايات، نحب الحاجه تتختم. حتى الافلام لما يعملوا لك نهايه مفتوحه بتتضايقي، لو قريتي كتاب فيه نهايه مفتوحه بتحسي لا انا كنت عايزه حد يقول لي. ففي اوقات كتير بنبقى احنا عايزين نبقى في علم، يعني انا عارفه البدايه فين والنهايه فين، فهي حاجه مش محدوده ومجهوله، فحاجه مرعبه. دايما فكره الثواب والعقاب بتبقى صعبه جدا في التربيه، يعني واحنا صغيرين مثلا اهالينا كانوا بيقولوا لنا اللي بيكذب هيروح النار. ايوه، فده رسخ عندنا فكره ان احنا بنخاف من ربنا وبنخاف من فكره الثواب والعقاب. ايوه، هي قالت في حته في دراما عجبتني جدا، بتقول انا بحاول ارضيه بكل الطرق وبحاول اعمل حاجات، ساعات لما كانت بتعمل زي الزار ولما كانت بتركع تصلي. الفكره ان احنا الله الحقيقي مختلف تماما عن الله اللي جوه كل واحد فينا، حتى في آية في الكتاب المقدس بتقول بمن تشبهونني فأساويه يقول الرب. فزي ما يكون أنا بحطه في حاجة زي ما أنا متخيلة، زي ما أنا شايفاه هيبقى هو بالنسبة لي. للأسف أنا بحس إن الله، أنا أسفة إن أنا بشبهه بأشخاص، بس لو أنا بقول مثلا الله عامل زي ناظر مدرسة موجود في جوه في المكتب بتاعه، الطلبة سمعوا عنه بس ما قبلهوش، فطول الوقت بيتقال لك اوعي تروحي أوضة الناظر، أحسن أنت لو عملتي الغلطات الفلانية، ده شخص ما بيغلطش خالص وبيعرف كل حاجة سبحان الله اللي بيحصل في الفصول من غير ما حد يقول له، زي ما يكون حاطط كاميرات ووسائل تصنت. فانتي عمرك ما قابلتيه، بس انتي سمعتي من الناس حاجات فكونتي فكره عنه من اول ما كنتي طفله صغيره. ممكن يكون مش باباكي ومامتك بس، ممكن يكونوا الكبار اللي حواليكي يفهموكي كده، ممكن يكونوا قرايبك الصغيرين اللي كانوا بيلعبوا معاكي يفهموكي لو قلدتي حد هتروحي النار، لو حتى يخترعوا قوانين من عندهم عشان يمكن مش عايزينك تقلديهم فيخترعوا حاجات، لو قلتي بالحق هتروحي النار، لو كذبتي هتروحي النار. فاحنا كبرنا بثقافه انه الكبير بيقول لي لو ما دام انت عملتي كذا ربنا زعلان منك ومش عايز يكلمك وانت هتروحي النار، بيقولوا لك كلام كتير، والاطفال بيقولوا لك كده، وساعات المدرسين بيقولوا لك كده، حتى التعليم جوه الكنيسه ساعات تلاقي مدرسين مدارس الاحد بيقولوا افكار مغلوطه للاطفال. فبقى ربنا بالنسبه لي هو الشخص اللي هو الاله اللي مستني لي على الغلطه، اللي فاتح النار وهيزقل فيها ناس كتير، اللي عارف كل حاجه فانا مرعوبه منه. وبشبهه كمان بالطريقه اللي اتعامل بيها معايا الكبار، يعني بيقول لك انه فكره الانسان عن الله بتتكون كتير جدا من ابوه، عشان كده البنت اللي ابوها تحرش بيها لما يقولوا لها الله اب بتبقى مش عايزاه، لو هو زي ابويا يعني مش عايزاه. فمين الله؟ هو الله واحد، بس بصراحه هو بعددنا كلنا، كل واحد فينا عنده فكره بتاعته هو اللي بتحدد علاقته. يمكن الموضوع ده اتغير بفكر المسيح لما جه بعد الصليب. المسيح غير في دخل النعمه، بس هو الفكره انه لغايه النهارده، لغايه الزمن اللي احنا عايشين فيه وفي اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها، الناس لسه بتبيع افكار غلط عن الله. فالله بقى الديان اللي انا بترعب منه، اللي انا خايفاه يحاسبني، فطبعا اله بالمنظر ده انا بهرب منه وبحاول ارضيه بكل الطرق وبحاول. وللاسف ان انا فاكره ان هو مديني كم من الوصايا، لو انا ما عملتوش فهو اولا مش بيساعدني ان انا اعمله، هو بس بيديني اوامر وكانه هو اله بعيد، وبخاف منه برضيه علشان اتقي شر ان انا اتعاقب. بس انا مفهومي عن الموت ما اتغيرش، يعني بعد ما السيد المسيح جه، يعني كان في الاول مش فاهمين الموت، وبعد ما المسيح جه ادانا يمكن امل شويه. انت بتتكلمي عن حد عارف وبيدرس وبيشوف الثوابت وبيصدق الكتاب، بس احنا بنتكلم عن، لو احنا بنتكلم عن العامه، فكره الموت ما اتغيرتش كتير لو الناس ما تقربتش من الله. هو المسيح غير مفهوم حاجات كتير جدا، لانه بقيامته ادانا امل وكلمنا عن حاجات كتير، بقيامته بقى في نعمه. زمان كان لازم عشان ارضي الله فعلا بعمل حاجات كتير، بقدم ذبائح والذبيحه لازم يكون ليها مواصفات معينه. دلوقتي انا اللي انا بعمله انه انا على حساب الدم المسيح انا هيبقى لي حياه ابديه، مش معنى كده ان انا اقول على حساب دم، لانه ساعات بنلاقي ان اتجاهات الناس برضو بتروح لنقيضين، يا اما انه النعمه بتشيل كل حاجه فانا اريح في الخط وعك بقى ما انا ابن ربنا، يا اما انه انا بعتمد على انا بعمل ايه وما بعملش ايه، وبحسب بقى بشوف صيام وبشوف صلاه وبشوف عباده وبشوف ممارسات، والاثنين دول غلط.
في حاجة بين الاتنين، أنا مش هعتب العتبة بتاعت الحياة الأبدية إلا على حساب دم المسيح. طب إزاي أتأكد إن في حياة أبدية لو أنا مش عارف بقى أي حاجة؟ هقولك، أنا أول مرة سمعت القصة دي أنا جاية من خلفية بتقولي إن أنا لازم أعمل حاجات كويسة عشان أرضي ربنا، وفعلا كنت بخاف منه جدا وديان وكده. في يوم من الأيام جولنا اتنين قادة وعملوا لنا زي اجتماع صغير وابتدوا يسألونا، كنا خمس بنات وسألونا قالوا لنا مين فيكم عنده ثقة إنه ليه حياة أبدية؟ فإحنا كلنا طالعين بثقافة إنه انا هقعد اعيش اعمل حاجات كويسه واعمل حاجات وحشه، يتحطوا الاثنين في ميزان، والميزان بقى السيئات لو الكفه نزلت اكتر يبقى انا هروح في 60 داهيه، ولو كانت الكفه بتاعت الحسنات بتاعتي يبقى انا ان شاء الله هيبقى لي حياه كويسه بعد كده. ودايما انا مش بعرف لانه الميزان طول النهار عمال يعمل كده طول النهار، فرجل جوه ورجل بره، فانا قاعد مش مطمن طول الوقت. فلما جم يسالونا، طبعا احنا كلنا البنات قلنا لهم ما حدش فينا عارف، واعتبرنا انه ده منتهى الاتضاع، يعني ان انا بقول مش عارفه. فالاثنين قاده يوميها قالوا طب احنا لو قلنا لكم ان احنا الاثنين متاكدين ان لينا حياه ابديه، انا فاكره كويس جدا ان رد فعلنا احنا الخمس بنات جوانا، انت مين انت عشان تقول انك ليك حياه ابديه؟ انتوا مالكم مغرورين كده وواثقين في نفسكم؟ واي كده؟ حد هيسمع هيقول كده بالظبط كده. الفكره انه انا توعدت وعد من اله، الاله ده بيقول من يقبل الهي لا اخرجه خارجا، وانه هكذا احب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه، وانه الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفه الحق يقبلون. فدي شهوه قلبه، وهو كتب لنا في الكتاب، ودلوقتي الكتاب ممكن يتقري ممكن يتسمع ممكن طرق طريق، يعني حتى اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب ممكن يسمع، وتقدم باللغه العربيه والحمد لله في باللغه العاميه، فما حدش فينا تقريبا يعني عنده عذر انه ما يسمعش الكتاب المقدس الا ناس قليله جدا يمكن في اماكن ولا فيها تكنولوجيا ولا فيها، لكن معظمنا عندنا، وربنا بيعرف يوصل للشخص اللي ما عندوش وسائل سهله يعني. فانا عايزه اقول ان انا عندي حق كتابي. احنا مشكلتنا ان احنا دايما بنبتدي مش من ثوابت، بنبتدي نفكر من اول وجديد هو الكلام ده صح ولا مش صح، هو طب انا كويس ولا مش كويس، هي ملهاش علاقة بانا كويس ولا لا، هي ليها علاقة انا عايز اكون ايه وانا بروح لمين عشان ابقى كده. فلو انا بلجأ لله بقوله انا واقع في عرضك، هو بيقول انا جيت للمرضى مش للاصحاء، هو بيقول انه الابن الضال إذ لم يزل بعيدا جري عليه ابوه، يعني مش لما هو بقى كويس وتنظف وراح استحمى من اكل الخنازير وحظائر الخنازير ان ابوه قبله، ده هو لم يزل بعيد، ابوه كده لم جلبيته وجري ياخده، وكان راجع مش بدوافع حلوه كمان، ده كان راجع عشان جعان ومش لاقي اكل الخنازير، مش عشان ابوه متالم على غيابه ولا علشان زل جاب كرامه باباه في الارض لانه اتصرف مع ابوه احسن لانه القعده، لانه العبيد اللي عند ابوه بياكلوا اكل هو مش لاقيه، هو رجع بدوافع مش مظبوطه قوي وكان لسه بعيد، وبالرغم من كده ابوه جري عليه. هو الفكره انه من يقبل الي، اللي جاي لي بعبله، جاي لي بضعفه، جاي لي بخيبته، جاي لي بخطيته، هو عنده استعداد يتقبله علشان ينظفني. لكن معنى ان انا جيت له انه كل ما بيكشف لي عن حاجه معينه حتى اللي انا مش قادر اعمله بقول يا رب انجدني، انا اضعف من ضعفي. فهو بيقول ان قوتي في الضعف تكمل، انا لما الاقيك في حته واقع انا هاجي واكمل ضعفك وهمشي معاك السكه، انا مش مستنيك في الاخر. مدام ليلى، الايه اللي بتقول لي اشتهاء انطلق واكون مع المسيح فذاك افضل جدا، ان انا اوصل للاشتهاء ده ازاي؟ ان انا ما بقاش خايفه من الموت، بالعكس انا عايزه أموت عشان أروح للمسيح. بصي، كل ما بعرف المسيح غالبا بشتاق له قوي، بس لما أعرف المسيح الحقيقي مش المسيح اللي أنا تعلمته اللي بيخوفونا بيه حتى في دور العبادة. طب عايزين نعرف حواء إيه المسيح الحقيقي؟ المسيح الحقيقي مكتوب عنه حاجات كتير قوي في الكتاب المقدس، بس المشكلة إنه ساعات حتى مخنا بيفلتر. يعني أنا بفكرة في وقت من الأوقات من كتر التربية الدينية إن كتابك المقدس بيبقى زي ما يكون طبعة تانية، طبعا خمسة محفوظة. عارفة اللي هي ايه بقى؟ مثلا بفتح الكتاب بس الايات اللي هي محبة ابدية احببتك من اجل ذلك قدمت لك الرحمة، دي مش بتاعتي، دي بتاعت الناس الحلوة اللي زي بولس الرسول وزي فلان وفلان واللي اتكتب له في العهد القديم الاية دي. لكن لما اجي بقى لانه عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، لست بردا ولا حارا فانا مزمع ان اتقيأك من فمي، اي بقى ان كنتم المفروض تكونوا دلوقتي معلمين لسه بتشربوا اللبن، دول بتوعي بقى. ففي ناس كتابها المقدس عبارة عن تبكيت، يعني حتى الكتاب بوزوه، مش بوزوه بمزاجهم، من كتر الثقافة اللي ترمت عليهم من الإدانة ابتدوا يدينوا نفسهم. لدرجة أنا فاكرة كويس جدا من كتر ما أنا كان عندي هذا الضمير المغلوط، في يوم من الأيام سمعت وعظة من وعظ يعني ليه تقله كده، جاب آية كان أول مرة أشوفها
بتقول إن لمتنا قلوبنا فالله أعظم من قلوبنا وهو يعلم كل شيء. من كتر ضميري المريض أنا قريت الآية دي سمعتها قصدي معناها إنه إن لمتنا قلوبنا إراد فالله أعظم من قلوبنا هيلومنا 24 لأنه هو عارف كل شيء فهو قلبني زي الشراب فهمه؟ فهو عارف كل حاجة عني فبالتالي ربنا قاعد لي بيديني هو كمان فأنا عمالة بدين نفسي من التربية الدينية اللي أنا طلعت منها وكمان أنا متخيلة أن الله قاعد لي على الوحدة لو أنا بقرأ الكتاب المقدس ده أنا مش برضو هخاف من ربنا فلازم أنا فاكرة كويس جدا نصيحة قالها لي أب كاهن عدلة القصة إنه ساعات كتير الشخص اللي جاي من الضمير المريض المثقل ده اللي داينه طول النهار واللي مخليه متخيل إن الله بيعمل فيه كده بيقولك قال لي أنا عايزك تقري كتاب المقدس الست شهور اللي جايين كل آية ست شهور كل آية إدانة اعتبريها مش ليكي وكل آية فيها وعد وفيها محبة وفيها إن الله رحيم ورؤوف طويل الروح كثير الرحمة إن الله بيبص لي في نشيد الأنشاد بيقول لي كل الجميلة وليس فيكي عيب إن الله بيقول لي إنه أنا جيت للمرضى مش للأصحاء وإنه دول مش محتاجيني أنتوا اللي محتاجين لي فلو أنت شايفة نفسك مصدرة وغير موجود أنت شايفة نفسك خاطية أنت شايفة نفسك قليلة أنت شايفة نفسك الناس بتخش وبتطلع ما بيلاحظوكيش حتى فأنت فعلا مصدرة يعني غير موجود أنت شايفة نفسك قليلة كل ما تشوفي نفسك كده عرفي هي دي المواصفات اللي المسيح جه عشانها حتى عذراء في العذراء لما صلت الصلاة لما عرفت أنها تبقى أم الإله قالت الصلاة في منتهى أنه أنزل الأعزاء من على الكراسي ورفع المتضعين لو أنت شايفة نفسك كحواء قليلة لأن المجتمع بعلك أن أنت أقل من الراجل أو أنت ولا حاجة أو أنت شايفة نفسك ولا حاجة هو جه عشانك يبقى أنت فيك المواصفات المرة برضو سمعت أنه بيقولك في السي في بتاعك اللي هي السيرة الذاتية لما تروحي تقدمي في شغل بتحاولي تدوري على كل الشهادات العالية اللي خدتيها الإمكانيات اللي عندك بيقول المسيح في الاستمارة اللي هتمليها عن نفسك عايز المصدرة وغير الموجود والسوداء في نشيد الأنشاد وعايز المرضى ولو حد كان بيقول المسيح لو موجود دلوقتي كان هيبقى موجود في غرزة وموجود في السجن وموجود في الحتة دي ما كانش هيبقى قاعد في وسط الناس الشيك كان هيبقى قاعد في وسط الناس اللي زي هما زي ما كان موجود زمان بالظبط كده في وسط الخطاب ودي كانت تهمته على فكرة يعني احنا لو احنا متخيلين حاجة حتى الآيات لما تتقلنا في الوعظ يقولك ايه مثلا إن رعيت اسما في قلبي لا يستمع لي الرب على فكرة بقيت الآية ولكن قد سمع الرب ما سمعناهاش كنا بنسمع بس انه ان رعيت اسما في قلبي لا يستمع لي الرب بنسمع طيب النص الوحش دايما بالظبط كده طب ما انا لو رعيت اسما في قلبي يبقى انا في منتهى الضعف دلوقتي انا محتاجه اروح له يقويني هم قالوا لي لا على فكره وقت ضعفك هم بيسمعكيش يبقى اتقفلت السكك قدامي فاحنا اللي بتدور عنه حبيبتي اللي عماله تدور عنه في الضلمه دي خايفة. احنا كتير مننا قوي قوي بيدور عليه في الضلمه لانه اتعلم انا بقول لك انا لغايه سني دلوقتي انا طول الوقت بقول يا رب انا اكتشفت انا ما اعرفكش انا ما اعرفش مجدك انا بشحت من الناس لاني انا ما اعرفكش زي ايوب يعني بالظبط هو قاله بسمع الاذن قد سمعت عنك ولا ان راتك عيني بعد ما تمرر فانا عايز اقول مش دايما بالمرار بنعرفه بس في اوقات قاله ارني وجهك وفي ترانيم بتقول انا بحب الترنيمه اللي بتقول انا بطلب مجدك وان كان في عينيا قشور شيلها بيدك احنا في عينينا كمية قشور من التعليم الخاطئة اللي خدناها عنه سواء من أمثلة كانت زي أبهات وأمهات كانوا المفروض يكونوا هم الصورة اللي بتعكس الله فأنا اتصدمت فيهم فاتصدمت فيه أو التعليم اللي حياتي قلتيها في الأول اللي هي بتاعت هتروحي النار لو عملتي كذا ربنا زعلان منك ربنا مش بيحبك عشان كذا ربنا هيوديك النار اتهرينا التعليم ده وللأسف ساعات بيكونوا الأهل عانوا منه اتهرينا وخوفنا وعملين بالزبط وعملين يفوتوا للأطفال بتاعتهم فتيجي تلاقي الأم في أم بقول لها بتقول ما أنا بقوله كذا قلت لها عشان خاطر ربنا هو نفسه يقول لنا اسكتوا ما تتكلموش عني سيبوني أنا أقول للناس أنا نفسي أقول لهم إيه أنا عايزة أقول لهم أنا بحبك كده زي ما أنت ولما تصدقي كده اللي هتقدري تتغيري مش العكس يعني بيقولك نحبه لأنه هو أحبنا أنا مش هقدر أحبه غير لما أشوف هو حبني قد إيه. أمين. مدام ليلى آخر الحلقة بنبقى عايزين روشتة من حضرتك أنا عايزة روشتة إزاي حواء تضمن الحياة الأبدية وإيه الخطوات تعرفها منين؟ بصي أنا ساعات كتير أنا الحاجة اللي نفسي أقولها لها إنه ما تقارنيش نفسك الموعظة على الجبل تعتبر الناموس بتاع المسيح أكيد دم المسيح وإن أنا أوصل للمستوى اللي هو حطه اللي يشبه له جدا أو شبه المسيح اللي هو موجود صفات منه كتير قوي في الموعظة على الجبل المشكلة إن إحنا ساعات بنتلخبط إنه بنفتكر إنه لو أنا مش عايشة الكلام ده أنا مليش حياة أبدية
لازم نبقى فاهمين حاجة، مفيش حاجة في الدنيا هتدخلني الحياة الأبدية غير إن أنا أقبل اللي المسيح عمله في حياتي وأقوله أنا نفسي أعيش عشانك. أنا فين دلوقتي؟ بعمل إيه دلوقتي؟ ضعيفة قد إيه دلوقتي؟ مش هي دي القضية. القضية إن أنا بجيله وبقوله أنا واقعة في عرضك، أنا ما عنديش غيرك، عايزة أوصل لك، مش عارفة. بس هو أنا نظري ناحية الموعظة على الجبل، لو هنقول الموعظة على الجبل دي تعتبر اسكندرية بالنسبة للقاهرة، أنا عيني ناحيتها. يمكن أنا لسه واقفة في القاهرة بس أنا رايحة همشي للمشوار ده. فأول حاجة على حساب دم المسيح، ودي حاجة بتدينا حاجتين. أول حاجة أنه بتديني إحساس أنه أنا مطمنة، تاني حاجة بتديني عدم إحساس بالكبرياء، لأنه دايما بفتكر مهما عملت عمري ما هكون مستحقة ان انا اقبل. فلما الشخصين دول قالوا لنا ان هم متاكدين ليهم حياه ابديه، ده مش معناهم ان هم شايفين نفسهم احسن مننا، ده معناهم ان هم مصدقين وعد الله. فانا بتاكد ان انا ليا حياه ابديه مش لفضل فيا، لكن لتصديقي لوعد المسيح الدهوني، ولان انا قبلت الوعد ده وقلت له انا عايزه اعيش عشانك، مش عارفه، ضعيفه، ذاتي لسه ملياني، ضعفاتي لسه ملياني، بس أنا عايزة كل يوم يبقى أفضل من النهاردة. فوسع تخومي ومشيني معاك وكبرني معاك وعلمني كل يوم زي ما قال يوحنا المعمدان، أنا ذلك يزيد اللي هو أنا، وإن أنت قصدي إن ذلك يزيد اللي هو الله، وإن أنا أنقص كل يوم بإنه أقدر أفكر في الناس أكتر وفي الله أكتر. فبمشي مشوار معاه، لكن أنا هدخل على حساب وعده اللي هو وعدني بيه لو قبلت عمله. مدام ليلى انا بشكر حضرتك، ميرسي خالص. ميرسي ليكم يا ماني. انا بشجعك ان انت تقبلي عمل المسيح على الصليب وتفرحي بامجاد السماء، ونشوفك في حلقه جديده من حول جديد.